السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد معكم مراكش رايدر. اليوم الاخوان في حلقه اليوم غادي نجاوبوا على مجموعه من الاسئله اللي طرحت عليا سواء في الباج فيسبوك ولا حتى في لاشين يوتيوب. دونك غادي نهضروا حتى على الغيبه وعلاش ما بقيتش كندير لي موتو فلوغ وهادشي اللي كاين. دونك ما تزبيوش واحد الانترو شاخ. عدنا والعود احمد. اليوم المهم الاخوان اليوم غادي نجاوبوا على مجموعه الاسئله. فنبداو بالاسئله. السؤال الاول اللي طرح عليا واللي كانت تطرح عليا مرارا وتكرارا في لاشين يوتيوب هو واش اشنو هي المانتونس اللي خصك دير ريغولييرمون للموطو ديالك وشحال ديال الوقت واش خصك ديرها في السيمانه المانتونس خصك دير مثلا بار سيمين بار موا بار اون. المهم المانتونس الاخوان خصكم ديروها على حسب الكيلومتراج. خصكم تقريبا ديروا المانتونس كل 1000 كيلومتر. هادشي بطبيعه الحال هادشي الا روديتي الموتور ديالك يعني مورا الروداج خصك دير لا مانتونس كل 1000 كيلومتر. قبل من الروداج خصك دير لا مانتونس في 300 كيلومتر الاولى فاش يلاه كتبدا كتريدي الموتور ديالك كدير لا مانتونس الاولى في 300 كيلومتر الاولى. اش كدير فهاد لا مانتونس؟ كتبدل الزيت كدير فيدونج وكتنقي الفلتر تاع الزيت هو سترينر لانه كيتجمعوا دوك الطريفات ديال المحرك فاش كيتردي الموتور كيتجمعوا في هذيك الشبيكه كتحبسهم باش ما يدوروش في الموتور ديالك. فانت خاصك دير هذيك لا مانتونس مورا 300 كيلومتر كتخاصك تعاود دير واحد لا مانتونس مورا 1000 كيلومتر. اش كدير عاوتاني؟ كدير فيدونج وكتراقب البوجي كتراقب واش باقي صالح واش باقي مزيان. ما كانش مزيان كتنقيه كان مزيان صافي كتخلي. المهم كتشوف الفلتر تاع الاير تاعو واش توسخ ولا ما توسخش لان الفلتر تاع الاير واخا هكاك ماشي عنده علاقه بالكيلومتراج ولكن عنده علاقه بالمنطقه فاش عايش. الا كنتي عايش في بلاصه فيها الغبره بزاف فتيخصك تقريبا كل 300 كيلومتر تشوف ولا ريغوليرمون تراقب هذاك الفلتر ديال الاير ديالك انه غادي يجمع لك الغبره وغادي يخلي الاير يدخل مزيان الكربيراتور وبالتالي غادي يولي هذاك الاحتراق تيولي شويه ناقص وكتزاد لك الكونسوماسيون تاع ليسونس. دونك خصك على حسب المنطقه فاش عايش كتراقب الفلتر تاع الاير. هذا بالنسبه للمانتونس تاع 1000 كيلومتر كتراقب فيها تاعي الكربيراتور كتشوف واش باقي مزيانه ولا ما مزياناش. كتراقب الفرانات كتشوف واش مزيرين مزيان مريقلين مزيان. كتشوف الكربيراتور تاعو واش مزير مزيان. كتشوف السنسله تاع هي كتشوف واش ترخات بزاف ولا ما ترخاتش. كتشوف لي بينيون ديال الروايد بينيون ديال السنسله واش ترخا ولا ما ترخاوش. المهم هادو كاملهم خاصكم تراقبوهم بطبيعه الحال في المانتونس ديال 1000 كيلومتر. يعني هادشي في 1000 كيلومتر الاولى كيف ما قلنا الاخوان 1000 كيلومتر الاولى فتره الروداج هادشي هذا بطبيعه فاش كتفوت فتره الروداج كتولي كدير مانتونس كل 1000 كيلومتر كيخصك تولي دير لا مانتونس للموطو ديالك. كتراقب كل شيء تقريبا في الموطو تاعك كما قلنا كتراقب الفلتر تاع الاير الفلتر تاع الزيت كتشوف كتبدل الزيت كدير فيدونج كتراقب لي بينيون كتراقب قلنا كتراقب السنسله كتشوف واش ترخات ولا ما ترخاتش. وتا المايو تاع الروايد ولي لاكس ديالهم كتشوفهم واش باقي مزيانين واش باقي مزيتين ولا لا. وهادشي اللي كاين ومره كتراقب الفرانات وكتراقب البوله ديالك واش مزيانه وكتغسل الموطو تاعك. فاش كتغسل الموطو تاعك كتغسل وكتزيد السنسله ديالك حتى ضروري خصك تزيدها. الا غسلتيها غسلها مزيان وزيدها. راه ديجا درت واحد التوتوريال كيفاش تغسل الموطو ديالك غنخليه لكم في الديسكريبشن. وديجا درت واحد التوتوريال كيفاش تغسلوا السنسله وتزيدوها غادي نخليها لكم حتى هو في الديسكريبشن. فيديوهات جايه ان شاء الله غادي نعطيكم تقريبا كل حاجه امتى خصك دير لها مانتونس ديالها ريغوليرمون. يعني بحال البوجي تقريبا كل 1500 كيلومتر خصو يتراقب الكربيراتور. الى غير ذلك غنجاوبوا على هادشي ان شاء الله. فيديوهات غادي يكونوا مفصلين كل حاجه غادي نعطيوها حقها. السؤال الثاني تطرح عليا هو واش كاين شي فرق حيت ديجا كنت كلونسيت بانه خصني على حسب الفيبرو كان مورا 5000 كيلومتر واش غادي تاثر الموتور ولا ما غاديش تاثر مع البريباراسيون.
فتقريبا هذا الفيديو هذا السؤال هذا غادي نجاوب عليه فيديو مفصل. تقريبا دابا صافي بريسك ان عام تقريبا وانا جوتيليز هاد لا موطو هادي تاع فونيكس، وكما شاهدتو لاحظتو دوزت بها هادي تريب، سافرت بها البلايص بزاف وحتى في المدينه سيركليت بها مزيان. دونك غادي نهضر على هذا الفيديو مفصل. ما كاينش شي مشكل يعني، باقي الموطو هو لا موطو، ما كاينش شي ديفيرونس. تقريبا من 5000 كيلومتر ابخي لا بريباراسيون ديال لا موطو فونيكس 110، يعني ما تاثرش الفيل بلوكان، ما تاثرش شي بارتي من لا موطو، باقي لا موطو كتريزيستي. وهذا بطبيعه الحال لانه كندير واحد لا مانتونونس دائمه، يعني الا بغيتي تحافظ على لا موطو تاعك خاصك دائما دير واحد لا مانتونونس ريغولييغ في واحد الفتره معينه من الكيلومتراج. يعني احسن حاجه هي كل 1000 كيلومتر تراقب لا موطو تاعك. هادشي اللي كاين. وكاين واحد السؤال اخر، واحد الصديق كيسولني قال لي اش ديتي معاك فاش كنتي مسافر في لي تريب. المهم الاخوان، كتدي معاك فاش تسافر خصك تستعد بزاف من بزاف ديال النواحي، فضروري خصك تدي معاك احتياطات، احتياطات اللي ضروريه ومؤكده من اهم الاحتياطات واللي كنعطيها الدرجه الاولى. هي كتدي معاك شامبرير تاع رودات القدام وشامبرير تاع رودات اللور، لانه كما تعرفوا الاخوان موتور فونيكس ماشي تو بليس هو شامبرير، فبالتالي ضروري خصكم تشوف معكم شامبري تاع الودات القدام، شامبري تاع الودات اللور. ما تعرفش الاقدار فين كتجيب، وسيرتو مع فصل الصيف كيسخن الروايد ويقدروا يتبيسوا في اي لحظه، فبالتالي ضروري خصكم تديو معكم معدات بحال شامبرير تاع الودات اللور، شامبري تاع الودات القدام. الاشياء الاخرى اللي خصكم تديوها معكم هو كابل ديال الفران وكابر تاع لومبرياج، يقدر في اي لحظه يتقطع لكم الكابل. واخا تكون شي الله شريتي موتور جديد، يقدر الكابل بلا ما تعرفه يتقطع لك ويخليك اون بوان في شي بلاصه. دونك خصك ضروري تي معاك كابل تاع الفران، كابل تاع لومبرياج، كابل تاع الاكسيلاتور تاع خصك تي معاك. كتدي معاك زيت تاع الفيدونج، لانه الزيت كتنقص الزيت. دونك خصك تفيري فيها مره وانا غادي نوريكم لوستيس تاع كيفاش تقيس العبار ديال الزيت ديالك، وشنو هو القياس اللي خصو يكون بالضبط في لاموتو فونيكس ديال الزيت. وهادشي بطبيعه الحال غادي يجي في فيديوهات جايه ان شاء الله مفصله بالتفصيل الممل باش كلشي يستافد. كما قلت لكم كتجي معكم بومبا، كتجي معكم بياسات، يعني لا قدر الله يقدر يتبيس لك الموتور ولا شي حاجه. هادشي بطبيعه الحال مع الشومبريرات ومع سميتو. وكتديو معكم الفلوس احتياط يكونوا زايدين، لانه يقدر الفلوس لا قدر الله يدخل عليكم شي حاجه غاف، يعني ما تقدرش تصلح، فبالتالي تقدر تصل بشي حد اللي يهز لك الموطور ديالك. وهذا كتديو معكم معدات، كتديو معكم معدات سوارت لي كلي ديال لا موطو، اي حاجه عندك، اي تورن، اي فيس، اي كرو عندك في لا موطو تاعك خاصك تكون عندك السارو ديالو. فحاولوا انكم تديو هاد المعدات معكم. وبطبيعه الحال كتجي معاك المهم تقريبا هادشي هو هادشي اللي مهم بزاف. تقريبا كتجي معاك الناس الزيت، الفران، اللي كابل تاع الفران، شومبريت، الروضات القدام والروضات اللور، بومبا، لي بياس، سوارت، تقريبا هادشي اللي كانت معايا ديما. وكانت معاك واحد السلسله وبينيو احتياط، هادي الا كانت السلسله ديالك يعني قربت تموت، ومن الاحسن بدلها، يعني ما تغامرش وتسافر بها، ولكن حاول انك تديها معاك، يعني ماشي ضروريه، ولكن من الاحسن انها تكون عندك كاحتياط. ومن الاحسن الاخوان ما تزعموش تسافروا بوحدكم، يعني ضروري خصكم معكم لا كومباني، يكون معكم رفقاء يجيو لكم، يعني على الاقل واحد ولا جوج ديال الناس، ويكونوا تيفهموا في الميكانيك. يعني حتى ولو تيتي معاك هاد المسائل هادو ما كنتيش تفهم في الميكانيك، على الاقل يكون صاحبك ولا شي حد اخر كيفهم في الميكانيك. وماشي مشكله مشيتي بوحدك مثلا، يعني تقدر على الاقل تجي معك هاد الاحتياطات، تقدر يعني كاين واحد الاحتمال انه تلقى شي واحد اللي دايز مع سميتو دير اوتو ستوب، يقدر يوقف يساعدك يعاونك. هادشي في حالة الا وقعوا لك هاد المشاكل. وتنصحكم واحد النصيحه، ما تحطوش هاد الاشياء في بالكم الا كنتم مسافرين، يعني ما تديروش بالكم بانه يقدر يوقع لكم شي مشكل نيجاتيف باش ما ياثرش عليكم. كونوا ديما بوزيتيف وان شاء الله ما يكون غير الخير، وان شاء الله ما توقع لكم حتى شي حاجه. وانا راه ماشي اغلب رحلات اللي خرج كنت تنتي معايا هاد الاحتياطات، يعني حتى مؤخرا عاد تنتي معايا هاد الاحتياطات هادو، والحمد لله ما عمري تحت بون، ما وقعت لي شي حاجه، يعني ما عمرني وقعت لي شي حاجه ولا تحت بون. بعض الاصدقاء ولكن انا الحمد لله
ما ماما تحط اون بان، وهذه ان شاء الله هذه وقع ليها شي اون بان، ولكن ضروري خص الانسان يحتاط ويتي مع الاحتياطات ديالو، وخص الانسان على الاقل يتعلم كيفاش يسوفي راسو، كيفاش يحل الروضات القدام، روضات اللور، بطل شومبرير، هذا مسائل ديال فيدونج راسو، باش لا قدر الله وقعت ليه شي مشكل هو بوحدو يقدر يسوفي راسو. وانا ان شاء الله غادي ندير فيديوهات في فيديوهات جايه ان شاء الله، غادي نشوفوا كاع كيف كاع هاد المسائل هادو اللي كابل تاع الامبرياج كيفاش غادي نبدلوهم، الشومبرير، البنوات، كلشي ان شاء الله. انا راه كنفكر لهاد الشيء هذا، وغادي ان شاء الله نلقاو ليه الوقيته ديالو فاش نديرو، غادي نبارطاجيو معكم وان شاء الله غادي يكون على خير. واحد السؤال اخر سولني واحد الاخ حتى هو قال لي شحال حسبوا لك في الموتو ديالك في الكار؟ لا موتو ديالي في الكار فاش مشيت، المهم كما عرفتوا الاخوان وتابعتونا على القناه، واسمحوا لي كنهضر بالزربه باش ما نطولش الفيديو بزاف، باش ما نطولش الفيديو بزاف، داكشي علاش كنهضر بالزربه شويه. المهم الرحله ديال 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 الشمال اللي مشيت لقيت القصر كبير من مراكش، قصر كبير في الكار، وانا ديجا كانت عندي اكسبيرونس في الشمال، دوزت فيها تقريبا عام ولا تقريبا عام ونص، يعني عرفت الطرق، انا عرفت البلايص تما من يدخل ومن يخرج، فاقتصدت الوقت. ونصيحه للناس اللي بغا يتريبيو، يعني على الاقل داك اللي بيكون معكم خصو يكون عارف الطريق فين غاديين، باش ما يضيع لكمش الوقت، وباش ما تضروش وهذا، فضروري خص شي واحد اللي بيتريبي ولا شي واحد بيخرج، خص ضروري شي واحد معكم في المجموعه يكون تيعرف الطريق، يكون تيعرف فين غادي، ويكون تيعرف البلاصه فين غادي، واش فيها الميكانيك، واش فيها لي بومبا تاع ليسانس، يتم احتياط تاع ليسانس الا كان غادي. غادي يزيدوها في النصائح بالنسبه للاخ اللي سولني السؤال ديال اش ديتي معاك فاش كنتي غادي فاش سافرتي. دونك هاد الملاحظات هي زدوها معكم، ديما دير معاك واحد سيتروت ليسانس احتياطي عندك تما داخل في الشاكوش ديالك ولا في الصاك ديالك. نرجعوا للسؤال ديال الاخ اللي قال لي شحال حسبوا لك اخ اللي سولني السؤال، قال لك شحال حسبوا لك الموتور في الكار؟ الموتور حسبوه لي في الكار تقريبا ب 150 درهم، يعني وتاويت معاهم وشحال وانا كنتاوم، لان المشكل هو فونيكس تيبان كبير، يعني ما تيبانش قد تي موتور طروا ولا سوين كل هذا، كي تشوفوه كيقول لك موتور كبير هذا، واخا ما تعرفش هو راه سايكونت ولا هذيك الهضره، تيبان لي الحجم، فحسبوه لي ب 150 درهم، وكانوا بيحسبوا لي ب 200 درهم، تاويت معاهم، بقيت معاهم شحال وانا كنتاوم معاهم، المهم حتى الاخر بقيت معاهم، قلت لهم اللي كاين اللي كاين، المهم قال لي حسبوا لي 150 درهم، عاد كتزيد انت البلاصه اللي غتخلص في الكار تحسبوا عليك 130 درهم تاع القصر كبير، وكتعرفوا فترات الصيف يعني ما عندوش المشكل، لا ما داش لك الموتور، لا ما داكش انت كاع اصلا، يعني كاين اللي رومبلاسي البلاصه ديالك ما عندوش مشكل. دونك كي طلعوا حتى ماشي شويه، دونك حسبوا لي 150 درهم، مشيت للقصر كبير، القصر كبير ريحت في القصر كبير، جبت فيه واحد الجوله، هضرت فيه واحد شويه، درت في القصر الكبير واحد شويه، وطلعت للعرايش، طلعت للعرايش، العرايش تقريبا جلست فيها تاي واحد شويه، طلعت الاصيله، اصيله تاي جلست فيها واحد شويه، المهم طلعت لطاجه جلست فيها، نيت ريحت فيها، بات فيها تما، من بعد طلعت القصر الصغير تبحر شي شويه تما، ومن بعد طلعت لسبته، دزت على سبته، مشيت للفنيدق، فنيدق تاع تطوان قريبه شويه، تدوز على المزياق، مارتيل، كاينه ديك مارينا، ما عرفتش تقول لها مارينا سمير وما داكشي، كاين الثقب الاسود، لا ما عرفتش، كاين شي بلايص تما كابو نيغرو ولا ما عرفتش يقولوا لهم تما شي بلايص. المهم جلست تطوان جلست فيها، كنت بغيت نمشي لشفشاون، مشفشاون بين ندوز لاقشور، واقشور بيرجع شفشاون، وشفشاون بين نمشي للقصر الكبير، نعاود نرجع للقصر الكبير، كاين واحد الطريق من شفشاون للقصر الكبير، يا سلام، يعني صراحه ان شاء الله غادي نعاود التريب هذه، وغادي نمشي لها ان شاء الله، واحد الطريق رائعه صراحه، اللي عندهم الناس الموتور شويه بيان ايكيبي يجربوا هذه التريب هذه صراحه، واعره هذا التراجي هذا، يمشي مثلا يمشي من القصر الكبير ويدوز للعرايش، اصيله، طنجة، قصر الصغير، فنيدق، تطوان، يطلع للاقشور، وشفشاون، اقشور، ومن بعد يرجع شفشاون، ومن شفشاون يرجع يمشي للقصر الكبير، يعني رائعه، واحد التريب اللي روعه بمكان، وتيقوني غادي تستمتعوا بها بزاف، سيرتو في اون جروب، يعني انا تنتمنى انني نعاودها مع جروب ان شاء الله، هي فيها مصاريف، يعني فيها مصاريف. المهم كما قلت لكم جلست في تطوان واحد المده، جلست في تطوان ورجعت في الكار من تطوان لمراكش، الكار حسبوا لي من تطوان لمراكش 150 درهم، عكسوا معايا شي شويه تما، المهم 150 درهم الموتور و 150 درهم بلاصه، هي تقريبا 300 درهم، يعني كيتاح عليك قول ترونسبور انت الموتور كيتاح عليك ب 300 درهم الي روتور، ب 600 درهم الي روتور، ولكن خصك دير في بالك واحد المساله، بانه 600 درهم الا جيتي وقارنتيها بسميتو راه رخيصه، هي رخيصه بزاف
يعني صراحه انا جسمي انا جيتي وجيتي وحسبتها مزيان غتلقى راسك بان غادي تخسر اكثر من هذاك المبلغ لو مشيتي مثلا شديتي ترونسبور هاد الطوبيس كار الطاكسي. شوف انت اللي بغيتي تمشي هاد المناطق كامله مثلا بغيتي تمشي لها بغيتي تستمتع. فونيكس درت فيه 70 درهم تاع ليسانس ولا تقريبا 80 درهم تاع ليسانس كونسوماسيون فابل الثاني كاع لهاد المناطق هادو وتسركلت تسركلت مازال سميتو في المدن وهذاك الشيء تقريبا زدت شي شويه تاع ليسانس ما بين 20 درهم واقيلا اللي زدت تقريبا نقول شي 100 درهم وكنت ليبغ مع راسي تمشي هدا تخرج بلي الناس سيرتو في تطوان كنت تمشي فنيت قمارتي كلشي قريب ليا قصر صغير مره يعني الا جيتي فكرتي مزيان هاد تصح عليك رخيصه ورخيصه بزاف. كاين واحد السؤال واحد الاخ تيسولني قال لي واش كاين شي موطور بحال فونيكس ورخص من فونيكس؟ بطبيعه الحال كاينه واحد لا موطور اللي سميتها زونتيس واقيلا ولا مع زونتيس انا ندير نخلي لكم تصويره هنايا. هاد الموطور هادي راه رخيص على فونيكس وتيبان لي احسن من فونيكس. فونيكس انا خديته حيت عنده الشكل الكلاسيك ديال بحال كافي ريسر. هاد لا موطور هادي نخلي لكم في التصويره فهي راه عندها دي زافونتاج على فونيكس. ما كاينش فونيكس بحال عندها رويد تو بليس عندها رويد غلط شويه ماشي غلط بحال فونيكس ولكن غلط شويه قرب الفونيكس. عندها رويد تو بليس عندها لا جوج تاع ليسانس تاع ساي كونت ممكن تبريباراسيون ديس بحالها بحال فونيكس. امبرياج تقدر تسوقها بالامبرياج بحالها بحال فونيكس. يعني عندها هاد لي زافونتاج على فونيكس والوزن ديالها خفيف شويه على فونيكس ف الماكينه ديالها كتجري على فونيكس يعني ماشي بحال فونيكس. فونيكس سايكون ديالها شويه ثقيله لانه الوزن ديال فونيكس كيزيد كيتقلها. هاد زون تيبس هاد التيب تاع هاد الموطو هادي الوزن ديالها ما كيتقاش على الماكينه ديالها فبالتالي كتزايده فيها لا فيتيس زايده فيها لا فيتيس. واحد السؤال اخر كيسولني واحد الاخ قال لي على حسب اشنو هو التيب تاع الزيت اللي خصك دير في الموتور ديالك. لا تيب تاع الزيت اللي غادي ننصحكم بها الاخوان هو موتيول 10W40. علاش 10W40؟ علاش التيب تاع هذا الزيت هذا صعبنا هذا تي دوبل هو داير بلاك 90 ماشي مشكل. علاش هاد التيب بالضبط؟ انا درت ديجا واحد لا فيديو على تشرح فيه هاد 10W40 علاش هي عندها علاقه 10 وينتر مثلا 40. انا درت واحد لا فيديو كتشرح فيه هاد لي سامبول هادو والتيب اللي خصكم ديروا هو موتيول 10W40 راه مزيانه لا موتو ديالك ثقيله سيرتو في درجه الحراره فالزيت كتخفف دغيا فكيولي هذاك اللزوجه ديالها كتولي خفيفه بزاف وكضر اجزاء المحرك فموتيو ثقيله شويه وسيرتو هاد السيراده اللي عطيتكم. دونك انا غادي نخلي لكم ديسكريبشن في لا فيديو اللي درت على حساب سميتو طلعوا عليها راه تستافدوا منها بزاف. تقريبا هادشي اللي كان الاخوان انا جاوت على معظم الاسئله اللي طرحت عليا في لاباج فيسبوك ولا حتى في لاشين يوتيوب ونتمنى انكم تطرحوا عليا اسئله اخرين وما قلتش لكم علاش طولت الغيبه لاسباب عاديه يعني الخدمه وكما كتعرفوا هذا الصيف وفاش تبيت خرجت في ميسيرتو في مراكش كيكون الصاد وداك الصاد كيأثر بزاف على على لي زيكيبمون كيأثر على الكاميرا كتبلوك عليك مره كيأثر كتسخن كترتفع على درجه الحراره فبالتالي كتعكس تخرج تصور تخرج فيلمي. اليوم الباح كان تحت الشتاء وهذاك الشيء واليوم الجو شويه مبرد شويه دونك قلنا ننتهزوا هذه الفرصه هذه ونكسروا هذه الغيبه هذه ان شاء الله ما كاين غير خير ان شاء الله غادي يجي لقدام ونتمنى انكم تابونا وتزيدوا بهذا الشيء لقدام الاخوان بالسبسكرايب ديالكم وبالاشتراك ديالكم راه كتحفزونا باش نديروا فيديوهات اخرين وان شاء الله حنا راه كنرفعوا من الكاليتي والجوده ديال القناه وباقي ان شاء الله غادي نزيدوا ونرفعوا من الكاليتي ديالها والمحتوى ديالها ان شاء الله الاخوان باش كلشي يستافد ما نكونوش غير كنديروا هادشي ضحك ولا لعب ولكن غادي نديروه حتى هو باش الاخوان ان شاء الله يستافدوا كاملين. ايوا الاخوان شكرا للمتابعه وما تنساوش تشتركوا الا كنتم مشتركينش في القناه ديروا ابوني وركوا على البطونه الحمراء ديروا جيم وعطيونا التعليقات ديالكم سواء سلبيه ولا ايجابيه حنا كنستافدوا من جميع التعليقات. وكما قلت لكم انا كنعتذر بزاف هذا الفيديو هذا هضرت فيه شويه بالزربه ولكن هي باش ما نطولوش بزاف هي باش نقصروا هذا الفيديو ما نطولوش فيها بزاف. كنتمنى انني كنت فيدكم شي شويه وكنتمنى انني ما كنتش طولت عليكم وكان معكم مراكش رايدر والله يعاونكم ونشوفكم في الجي ان شاء الله وديما بقى نقي بيس.